وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا دكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتور رانيا، بعد التحية، يعني الرئيس السيسي شهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعد حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل، كيف تابعتي هذا الحدث الضخم؟ يعني أولا كل التحية والتقدير والاعتزاز بشخص فخامة الرئيس على إطلاق أهم مشروع الحقيقة كلنا نحس بيه، وقد إيه الدولة المصرية في تغير وفي حالة من التطور والنماء والنهضة المستمرة لصالح الأسرة المصرية، الأسرة المصرية التي هي يعني نواة المجتمع. الحقيقة قضية مهمة جدا، قضية الزيادة السكانية الدولة المصرية تعاني منها الحقيقة منذ فترات سابقة، والسيد الرئيس والحكومة يعني الجميع يشتغل بكل طاقته لصالح نماء وتنمية الأسرة المصرية. علينا دور مهم جدا ودور توعوي لصالح السيدات للحد من الزيادة السكانية الرهيبة التي تلتهم كل بناء وتنمية تقوم به الدولة المصرية. يعني كما شاهدنا اليوم الرئيس السيسي قال خلال الفعالية إن الزيادة السكانية غير متماشية مع قدرة نمو الدولة. برأيك بالتأكيد، ما هي أبرز الحلول التي يمكن طرحها من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة؟ يعني أولا من خلال المجلس القومي للمرأة طبعا بنقوم بالتوعية لمخاطر الزيادة السكانية وخطر كثرة الإنجاب على المرأة المصرية، وأيضا يعني مناهضة فكرة زواج القاصرات أو يعني الزواج المبكر بالنسبة للإناث والحد من هذه الظاهرة بكل أشكالها. أما عن يعني فكرة أيضا الحد من هذا، فأعتقد كان هناك برنامج اتنين كفاية أو مبادرة اتنين كفاية قامت بها وزارة التضامن، وأيضا بنشتغل معها مع المجلس القومي للمرأة. بالتأكيد هناك أيضا ضرورة ملحة للحد من الإنجاب عن طريق يعني حد الدعم بالنسبة لكثرة المنجبين، وأعتقد أن هذه يعني لها أهمية ضرورية في الردع من يعني زيادة السكان وزيادة الإنجابية، لأن الحقيقة لا تتماشى مع قدرة الدولة ولا أيضا مع يعني فكرة المساواة والعدالة الاجتماعية في تحقيق الدعم بالنسبة لمن ينجب خمسة ولمن ينجب اثنين، يعني فبالضرورة هناك يعني لابد أن يكون هناك معيار لكثرة الإنجاب والحد مع الحد من هذا والتعامل مع يعني من يتعاملون مع هذه القضية باعتبارها يعني حرية مطلقة، فأيضا لابد من الدولة أن تأخذ في الاعتبار هذا ويكون الحد من الدعم يعني يكون أيضا نشر الوعي والفكر بخطورة الزيادة السكانية وأيضا المميزات من أن يكون هناك عدد أفراد أقل في الأسرة. شكرا جزيلا لك دكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة.